ذات يوم وقع بصره في الطريق على راهب في صومعة من زاوية عن الطريق، فحول إليه فكلمه الراهب فعجبه كلامه ووجد له حلاوة في قلبه، فصار كل يوم يتردد على هذا الراهب صباح مساء. فإذا خرج من دار أبيه صباحا حول عليه وتأخر بمجيئه إلى معلمه الساحر فعاقبه وضربه، ليش تأخرت؟ وحينما ينصرف من الساحر ليعود إلى دار أبيه حول على الراهب فتأخر عن الدار فضربه الوالد، وهكذا هو بين ضاربين. ذات يوم خرج كعادته من بيته ويمشي في الطريق، وإذا الناس الطريق واقف والناس واقفون هيك وهيك، أطل وإذا أضعف قطعت الطريق على الناس ولا أحد يتجرع للسير. فرفع الغلام يديه ودعا وقال: اللهم إن كان الراهب على حق فاصرف عنا هذه الآفة. فما كاد يتم كلامه إلا انصرفت الآفة وانتبه الناس الذين حوله واعتقدوا، بتعرف يومئذ الناس يعني بيعتقدوا من الأشياء كثيرا، صاروا يتبركوا فيه. وشاع خبر هذا الغلام عند الملك وزير أعمى، بلغه خبر هذا الغلام المبارك فأرسل إليه أو جاء إليه وقال له: عافني أو اشفني. قال له: ربك هو الذي يعافيك، لكني أدعو لك ربي أن يعافيك. فدعا له فشفاه ورجع بصيرا. لكن هذا الشفاء العاجل كان مربيا للوزير ومذكرا له بضلال ملكه الذي كان مستعبدا له ولمن دونه، فصار يعبد الله وحده لا شريك له. لما دخل على الملك ورآه بصيرا سأل عن السبب، قال: ربي عافاني. فعرف الملك بأنه كفر به فسأله ودله على الغلام. وهنا كان الراهب أوعز إلى الغلام بأنك ستبتلى بي، فإذا سئلت عني فلا تخبر. الملك لما شاف الوزير تبعه كفر به وآمن بربه بعد أن عاد بصيرا فقتله، لكن بعد أن سأله من أين هذا قال له: من الغلام. أرسل وراء الغلام واستجوبه واستنطقه فصارحه بأن الله عز وجل هو الذي شفاه. فعرف الغلام، عرف الملك أن الغلام هو سبب إضلال الوزير تبعه، فأمر بقتله بطريقة غريبة جدا، وهي أمر الجند أن يأخذوه إلى أعلى قمة في جبل ويرموه من أعلى الجبل إلى الأسفل فيموت شر ميته. فصعدوا ولما هموا بخلفه قال: اللهم اكفيهم كيف شئت. فاضطرب الجبل من تحتهم فوقعوا جميعا هلك موتى، وهو مشى كأنه يمشي في سهل حتى وصل إلى الملك. استغرب الملك قال له: ربي كفاني شرهم. فأمر جندا
بأن يركبوه في قرقور سفينة صغيرة وأن يتوسطوا بالبحر ثم يقذفوه في البحر، فأخذوه ولما هموا بقذفه قال اللهم اكفنيهم كيف شئت، فاضطرب المركب أو الخرخور ووقعوا جميعا في البحر ورجعوا يمشي إلى الملك. انغاض الملك جدا وعرف أنه ليس له سبيل إلى قتله، وصارحه الغلام لذلك فقال له لن تستطيع الوصول إلي إلى قتلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. الملك الآن يحكي من فوق الغلام، يتعالى على الملك إلا إذا فعلت ما أمرك به. قال له ماذا؟ قال تدعو الناس لميعاد يوم عظيم وتضعني على الخشبة ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقف بعيدا عني وترموني به وتقول بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني وإلا فلا سبيل لك إليها. فعل الملك ذلك واجتمعت الأمة في ساحة كبيرة جدا ونصبوا الغلام على خشبة ووقف الملك أمامه واستلى سهما من كنانته ثم وقف بعيدا عنه ورماه بسهم قائلا بسم الله رب الغلام، فأصابه في صدره فوضع يده هكذا ومات. لكن الشعب لما سمعوا الملك يقول بسم الله رب الغلام كفروا به وآمنوا بالرب سبحانه وتعالى إلا إذا فعلت ما آمرك به. قالوا ماذا؟ قال تدعو الناس لميعاد يوم عظيم وتضعني على الخشبة ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقف بعيدا عني وترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، إذا فعلت ذلك قتلتني وإلا فلا سبيل لك إليها. فعل الملك ذلك واجتمعت الأمة في ساحة كبيرة جدا ونصبوا الغلام على خشبة ووقف الملك أمامه واستلى سهما من كنانته ثم وقف بعيدا عنه ورماه بسهم قائلا بسم الله رب الغلام، فأصابه في صدره فوضع يده هكذا ومات. لكن الشعب لما سمعوا الملك يقول بسم الله رب الغلام كفروا به وآمنوا بالرب سبحانه وتعالى. وهنا أدرك الملك مكر الغلام به وأنه بفدائه بنفسه فدى شعبه من الإيمان به إلى الإيمان بربه تبارك وتعالى. هنا جاءت قصة الأخدود، فحضر الأخدود وأوخذ النار وجاء دور امرأة تحمل صبيا لها، فلما أوقفت بجانب النار ضعفت طبيعتها كأم وقال لها الغلام اصبري يا أمه، فقذفت نفسها. وهنا جاء قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
فالشاهد في قصة هاروت وماروت، كانت الملوك يومئذ يستعينون بالسحرة